روح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا عماد، حط لك تاكل؟ لا ان شاء الله صحه. وانا قالت لي الوالده انك سالتي عني خير. اي والله مزبوط، اجى اليوم صاحب البيت. ايه قال لي يا بشتري يا بطلع. شو هالحكي؟ شو الشغله على كيفه؟ بقى انا هلا شو ساوي؟ اذا بدي اشتري المصاري اللي معي ما بيكفوا. هو قديش طالع؟ 300,000. ولا يهمك ولا يهمك، بيتنا موجود، نسكن هنيك. نسكن؟ ايه. ليش هيك عم تطلع فيني؟ واذا بدك مستعد هلا اروح جيب الشيخ واجي. جاهزه؟ يعني بالحلال؟ بالحلال طبعا بالحلال. طيب ما بدنا نخبر اخي صبحي؟ ليش اخوكي صبحي شاورنا ولا خبرنا لما تجوز اختي وميمة؟ خلص طيب، والبيت؟ لا خلص، قلنا لك محلولة. لا، أنا عند أمك ما بسكن. شو الحل؟ اشتري هون. شو نشتري؟ ما نشتري؟ كل اللي معي 50,000 ورقة ما في غيره. لك إيه؟ وأنا معي 50,000 تامر توك، حصتي من السيارة. وأمك أكيد معها شي 10-15,000، وصبحي بساعدنا شوي، ومن هون ومن هون بصير عندنا بيت ملك. شو رأيك؟ والنص بالنص. لك يقبرني اللي خلقه. ليش حبيتك أنا؟ حبيتك لأنك حلوة وظريفة وقبضاية، وأنتي أنتي. طيب هلأ شو رأيها؟ موافق؟ لك موافق موافق وجاهز للعظم. طيب روح جيب المأذون، وأنا ما بدي منك لا أبيض ولا أسود. يلا حاضر. عماد شو بدي قلك؟ قولي. يعني لا تستعجل كتير، بدي فوت أتحمم وهندس حالي شوي. شو ها؟ مثل ما سمعت. كلام خاطر. ليه عماد؟ لا تنسى تاخذ رضا امك، خبرها اكيد. اكيد اكيد، كلام خاطر. بتعرف لي اختك وميمة وين ساكنة؟ لا ما بعرف. ليكو عماد بيعرف. صباح؟ اهلين، مرحبا سعد. اهلين عماد. بلا بوس اخي، بلا بوس، بلا بوس. هلا لوين رايح انت؟ مو جاي تزورنا؟ خلاص بنروح المشوار سوا. بربي انك ابن حلال، عم فكر بشو دلا ها هلا. لك شو تشو انت الثاني؟ انا يا دوب جاي بدي اياك بشغلي على السريع وامشي. لك شو سريع ما سريع؟ بدي اياك تشهد على كتب كتابي. اختك اميمه وين بيتها؟ ليك الثاني، انا بقول له بدي اياك تشهد على كتب كتابي هو بالبيت اميمه. لك اخي لا تعصبني هلا، اطلع وسكر الباب. اطلع. خير اخي خير. اختك اميمه وين ساكنه؟ بجسر الورد. وين بجسر الورد؟ وين كان ساكن تركي بن عمه لابوك الله يرحمه؟ بعده بشي 50 متر. طابق اول ماجي. اي بنفس الشارع هو ذاته. بس اخي الله يرضى عليك امشي معي نروح نجيب الشيخ. ولك شيخ شو انت الثاني؟ فاضيلك هلا انا. ولو يا صبا ما بتفرح لاخوك. لك حتى ما سالتني مين العروس بدك تتجوزها. استغفر الله العظيم يا ربي. مين؟ بهيه ام رياض. شو بهيه ام رياض؟ والله شيء حلو، شي حلو لك اخي، شي بيرفع الراس. ولك انت بدك تصير رجال، انت بدك تضل تطلع من جورة تسلط بطابوسه. ولك شو قصتك انت؟ شو قصتك؟ حبيتها. لا تقول لي شيء، بعرف انه ما خلاص اخي. ايه حبه اخي حبه، تصطفل. اصلا شو بدي ساوي لك اذا انت هيك؟ الله هيك خالقك، شو بدي اعمل لك؟ الله يسامحك يا اخي، كنت مفكرك رح تفرح لي. مزبوط لك اخي، طبعا الاخ بيفرح لاخوه، بس مو ام رياض. خلاص اخي خلاص، من يوم ورايح كل واحد بينام على الجنب اللي بيريحه. نعم على نصا. ايه وانت هلتا الله معك. فجر تعال. عطي هدول لأخوك، خد 500 وخليها معك. ولك هي.
عم شو نفسيته حامضه؟ يا حمي انت بتربايه فيه فجر خود مسي ولا الا خدهم كلهم لازمين. سمعتوا عم يقول لك خود 500 الا ما بدي معي انا فجر هويتك معك؟ اي اخي بصراحه بتحب تكون شاهد على جواسي من ام رياض لما لقى قول. طيب انا ماني مطوي بجيب رفيقك معك. امرك خاطرك. ما شاء الله شي حلو. يعطيك العافية. شو وين اجاز هيك الفحل؟ مو هون. أحسن بلا ما يدرى. ولا دريان مطنش ولا بجوز هو اللي دافشك على هيك صنع. معلش صباح ببلها المسخرة. أنا ما بتمسخر. أنا ما بتمسخر بنوب. برافو برافو رقاصة؟ أختي أنا رقاصة؟ شو بدك هلأ؟ سلامة قلبك. ما بدي منك شيء. ليك يا أميمة. عفوا ليش أميمة؟ مادموزيل ساندي هذا الموضوع بيتسكر عليه نهائيا وعلاقات مع عبير وغيرها ما بدي وعلى هيك ناس ما بدي قربي بنوب. علي شو عم احكي؟ طربي الدنيا فوق راسك. انا مالي امك ولا اخوك يا عماد. يعني ما عندي صلحه وسماح وحكي فاضي. وانا ما بحكي غير مره واحده بس. مفهوم؟ انت وين مفكري حالك رايحه؟ اختي معي انا ما تتجاوزي حدودك مفهوم؟ رح تخطفي لنا لحالنا يلا. البنت حقها تتجوز اللي بدها اياه. بس لما بتصير سمعتي انا بدق بفرمك. وحق الله بفرمك. شبك ليش ساكتة؟ ليش ما عم تحكي؟ شو بدي احكي؟ شو بدك يعني قول؟ قولي خلص بطلت. لا ليش لحتى بطل؟ لأنه أنا هيك بدي.
لانه مو اخته لصباح بتشتغل رقاصه، عم تفهمي علي؟ وانت من امتى فارقه معك؟ هالمره فارقه معي. هلا انا شو عم ساوي؟ انت شفت بعينك، انا عم برقص قدام عيال ناس محترمين وزوات. زوات؟ قلتي لي زوات؟ ولك هدول اللي عم تحكي عنهم زوات بمسحوا سمعتنا بالمزابل، ولك هدول اذا علقتي ضفرهم بيذبحك. اعلق بشو وليش لحتى اعلق؟ لك انت ما عم تفهمي علي؟ طيب ونحن اخواتك شو بدنا نساوي بهالفضيحه؟ نخرس؟ نسكت؟ ليش انا شو عم ساوي؟ ولك رح بتطلع لي روحي انت ها؟ لسه بتقولي لي شو عم ساوي؟ ولك هذا اسمه كمل مصلحه، وعند المصلحه ما بيعود حدا بيسال عن حدا. ليك عايدة ملحوشة ومرعوبة بسببك، عن مصلحتك تركت ومشيت. ليش انت شو ساويتي؟ قعدتي ولا تركتي ومشيتي؟ شو ليش سكتتي؟ انصدمتي؟ لا بس انت اعطيتني درس انه كل واحد بهالدنيا لازم يدبر راسه. مزبوط، عم طلعت براسك واشتغلتي رقاصة، والله شي حلو. وانت شو فارقة معك؟ طول عمرك ما بيهمك غير حالك، شو بدك فيني؟ ولك اختي ليش ما في غير هالصنعة هي؟ لا مبلا مبلا، في محامية ودكتورة وخدامة وعاملة بمصنع ومذيعة بالتلفزيون، ولا معلش مرتك تتمكيج وتطلع على الشاشة؟ معلش ما في رجال عم بيتفرجوا عليها؟ ايش بدك يعني بقدم لحتى اجيب ال 500 ليره وصمدها مشان اشتري غساله؟ ليش لازم اكون خدامي مازال فيني اجيب القرش من دون ما حدا يتحكم فيني؟ جيبي اختي جيبي القرش بس مو من اي طريق. يعني انت شو ليش سكتتي؟ شو انا؟ اخي حقك تركض لتصير، بس اترك غيرك يصير كمان. اها هلا بلشتي تفهمي علي. اترك غيرك يصير، بالمختصر اختي شغلك هاد واقف بوشي. طيب اطلع من طريقي، روح بحالك واتركني بحالي، اتركني بحالي لحتى اسس حالي انا وهالرجال، لا عنا بيت ولا معاش ولا تقاعد. شو بدك فينا؟ بس انت مالك حابه تفهمي علي. تذكري اني اجيتك بالمعروف بدليل اني ما قلت لا لامك ولا لاخوك عماد ولا لحتى لفجر المجنون. حبيت اطوي هالموضوع بيني وبينك وننساه. هون حفرنا وهون طمرنا. وقبل ما قلك انه انت جنيتي على حالك رح اعطيكي اخر فرصة، وهلا عم بحكي معك كأخ، ديري بالك على حالك. على راسي انت بتأمر امر. امتى ما حبيت
اهلا وسهلا. تكرم عينك. اهلا وسهلا. الله معك، مع السلامه. اهلا وسهلا استاذ صباح. ايه هيك ها، خلينا على طول نشوف هالوش الحلو. شكرا لك مدام عبير، بس الحقيقه انا رجعت لعندك الموضوع. تفضل تفضل. شكرا. قول شو وجعك، سوي لنا قهوه يا بنت. ايه استاذ صباح، عم اسمعك. بصراحة الموضوع مشربك شوي. أكيد، وإذا بدك ما بنحكي هون. مدام عبير، في شغلة بسيطة لازم نحلها، لأنه إذا ما حليناها ممكن تكبر ويصير لها زيول. شو القصة؟ الموضوع بيتعلق بمطيع بيك وبهي الرقاصة ساندي. اللي سألتني عن عنوانها؟ مدام عبير، يبدو في مشكلة كبيرة ممكن تصير إذا ضلت ساندي على صلة بمطيع بيك. بقصد مشكلة بين عمي ومرت عمي. بقى إذا في مجال ورجاء إنك تلغي هالصلة هي أو ما بعرف فين. عفوا، أنت شو مفكرني؟ بعدين أنا منين إلي علاقة بساندي ولا بغيرها؟ عفوا مدام عبير، لا تفهميني غلط. أنت اللي عم تفهمني غلط. أنا سيدة أعمال، يعني بيزنس وومن، وعلاقاتي الاجتماعية على مستوى مو مسموح لا لساندي ولا لغيره انه ينقاسوا معي، ولا بسمح لك انك تربط اسمي باسمه. لا يا ست عبير، اكيد انا ما بقصد هيك، بس انا والله من شانك، مشان ما تنحطي تحت وحدة. لساتك عم تغلط. لا سمح الله، ولو مدام عبير انا اغلط بحقك. انت من اهم السيدات اللي شفتهم بحياتي، بس أنا بحس إنه من واجبي إني حذرك. أستاذ صباح، لازم تعرف شغلي، أنا ما فيني رد طلب لعمك. بعدين هذا الرجال الشغيل التعيب بيحق له شوية فرفشة، وبظن إنك بتوافقني على هالشي. والأهم من هذا كله إنه أنا مالي علاقة. يعني أنا شو اللي عم ساوي؟ بتصل بوصي على ساندي، أو بوصي على وحدة تانية، مثل ما بوصي على الحلو والأكل. والحل؟ الحل إنك تطلع منها. مالنا علاقة، لا أنا ولا أنت إلنا مصلحة نزعل مطيع بيك. بعدين دخلك، يعني شو هالانحرافي اللي عم يساوي الرجال؟ إذا حب يفرفش ويتفرج على رقاصة بلا شو. طيب حاولي، ولو مجرد محاولة. ماشي، رح حاول. بس انت شو بدك من ساندي؟ انا ما بدي شيء. اصلا ساندي ما بتعجبني لا شكلا ولا مضمونا ولا حتى عمرا. وانا اسف على الازعاج مدام عبير، واسف اني اخذت من وقتك. شكرا. إذا ما التقوا هيك صار معه، كيف إذا شافوا بعض؟ وين بدك تسكرها؟ هون بحالها. منيح، بركي بتدير بالها على أمها وإخواتها. حاكم أنا طول النهار، يعني ما بيجي على البيت. إن شاء الله خير، أنتوا بس أعطونا كلمة ونحن جاهزين ومستعجلين كمان. والله مالي عارفان شو بدي أقول. إذا البنت موافقة هي مقدمة 50 ومتأخرة 150. الأمان بالله. شو قلت أخي عصام؟ موافق أنا، وفوق هاد أنا مستعد جهز له يعني الشيء اللي متفق عليه أنا وعايدة. يا جماعة، أقسم بالمنتقم الجبار اللي ما يصير يعني هيك قدامي بفرفح القلب. شو رأيك إن نقرأ الفاتحة هيك على نية التوفيق وبالصلاة على النبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله
وين عروستنا؟ عايدة يا عايدة. بس أنا إلي طلب، بدك تفوت وتطلع قبل الدخلة اكتب كتابك. أنا جاهز من بكرة الصبح إذا بتحب. مبروك عصامو، مبروك يا حلو. يلا تطلب 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 يا عرسان. تعرف شغله مهمه تأمر. خلص الخميس لك على راسي. لا صوري صباح عندي هون، طبعا بدي دربه. اخي الشخصيه ما بتتجزأ، لازم يكبر ويتعلم. لا بحب رفيف كتير وحاطه بعيونه من جوا. صباح شبه بضاي ويعتمد عليه. مين؟ شو بعبورة؟ لا عبير انسانه مثقفه وفهيمه
شيء ظريف كثير يعني. بس وينا رغم الصداقة ما بتمرق شغلة بلوشي، لذلك عم حطك بالصورة. ايوه ولك خلص بقى يا رزيل. الله عليك يا سيدي، الخميس عزمتنا على سهرة مرتبة كتير وجايبة رقاصة بتطير العقل اسمها ساندي. خسة لك وحياتك، خسة بتتاكل أكل. ولك خلص أوكي 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 خلص ماشي بدعاك. الله معك، مع السلامة. الله عليك. إيه صبوحة اللي شو سويت؟ ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. بكل الاحوال ام رياض مو قايله شيء، حلوه وفرفوره وبتدبر راسها. تفضل اخي اشرب قهوتك. يسلموا ايديك. الله يسلمك. ايه اختي، نحن مضطرين على قرشين، بدنا نشتري البيت، يعني مصاري بهية يلي عند جوزك تبعات التاكسي بدنا اياهم. اي بيت اللي بدكم تشتروه؟ بيت بهية ذاته، صاحبه مصر بده اياه، قال يا بنشتري يا اما بيطلعنا منه. بس مصاري بهية اللي بالتاكسي ما بيشتروا بيوت. يعني بدنا نجمع حالنا من هون ومن هون. ايه ليش لا، ساعة خير. وأنا من جهتي ما بقصر، ساعدكن شوي. أنت من وين؟ من شغلي. شغلك؟ شغل شو؟ بالرقص. لا يروح فكرك لبعيد. هدول 100,000 مني أنا، مالن علاقة بحصة أم رياض. أختي مالتي لي هذا الرقص؟ رقص شو؟ لك عماد شبنا هيك حفلات يعني شغل استقبال. نسوان نسوان على الحل. أحيانا بيكون في هيك عيلات كبيرة ومحترمة. شغل أكابر يعني. هي معقولة؟ ولو اخي عماد شبه ايش شايفني عم بشتغل بالكباريهات انا؟ لا حتى اسال اخوك صباح. اخي صباح شافك عم ترقصي؟ لك ايه، حتى اساله شلون هدول الناس فوق فوق. المهم اخي هدول 100,000 وقديش بيلزمك بعدين؟ انا جاهزه، لكن بشرط بتسجل البيت باسمك مو باسم ام رياض. لما شافك اخي صباح ما انزعج؟ ما لكن خاف ليقوم يدروا بيت حما انه انا اخته، لذلك اجى لعندي ونبهني. بس دخيلك منين بدهن يدروا؟ بعدين انا شو عم ساوي لا سمح الله؟ شو عم ساوي؟ اخي شبنا لا تخلي فكرك يروح لبعيد، هذا الزمان هيك، معك قرش بتسوى قرش، ما معك شي ما بتسوى شي، وإذا ما إلك ظهر يسندك على القليلة قرشك بيسندك، صح ولا لا؟ والله ما بعرف، بس يعني
فاجأتيني يا اختي. هلا انا فاجأتك وجوازة اخوك ما فاجأتك وام رياض ما فاجأتك؟ شو بنا الكلمات؟ مرتك ايه؟ الله معك حبيبي الله معك، بس وينك ها؟ مثل ما نبهتك العقد بيكون باسمك، وقد ما لزمت مصاري الك مني قد هدول واكثر. يلا تقبرني مع السلامة مهون ان شاء الله. الله معك الله معك مع السلامة. جيب لي عريسي وتجي احلى سوركة بزيت، شو رايك؟ اهلا يا اهلا. سلامتك ان شاء الله. من شو بتشكي بالضبط يعني؟ صدري من جوا حاس نفس شو شهير شيء عادي بعد لنا شوي بقى. ايه لهون حط 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 شوحه حط عشان معلش حط. ايوه تسطح لي اذا بدك حيوان تسطحها. ايوه جيبوا الكراسي شباب، الكراسي 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 واعطيني السماعة فجأة الله يخليك. أيوة نفس لي شو بزك زي قلت لسان ما تدخم يا أخي، قلنا لك بطل الدخان وعليك بالمي الملح. أعطيني هات السماعة. ها هاي السماعة تسلموا فجأة الكراتين على السيارة على السيارة. روح لا تأخذ لعصابة. لا عادي عادي. على عيني لا ولا انت بتمون. تكرم عينك الله معك مع السلامه. بتجنني بتاخدي العقل. شو هالحلاوه هاي؟ بس يمكن شعرك بده تفتيح شوي، يعني اذا بنعمل له هايلايتنج بتصور بيلبق لك اكثر، يعني بيعطيكي هيبه اكثر. قلتي لازم تكوني سيدة مجتمع. شلون يعني؟ ما عم بفهم عليك. بكره بس تفهمي ما بيعود الواحد يلحقك بنوم. بس ديري بالك ها، انا مو ام جوليانو، خيطك مربوط بكفي. بكره بتشوفي شلون رح تمشي امورك. الله يخليكي، انتي بتموني على فلان بيك وعلى علان اغا، في لنا عنده هيك هيك شغله صغيره. ايه شو ايه؟ هذا الحكي يا ستي حقه مصاري. بيزنس بيزنس شغل. و
والشغل مع ام جوليانو بدنا نبطله. هاي الفراطات لازم تنسيها بقى. المهم اول ما بيجيكي شغل فورا بتخبريني لانه نحن شركاء. ايه طبعا اكيد، بما انه انا رح اترك الشغل مع ام جوليانو. طبعا حبيبتي انا ما عم بحكي عن الرقص، انا عم بحكي اذا حدا طلب منك شغله، معامله، مناقصه، قصه دائره عن شي حدا منعرفه، فورا خبريني منرتب الموضوع سوا. ما تحملي هم، انت بس خبريني وانا برتب كل شي وعن نص. بعدين شو علاقتك مع الصهر ولا مطيع بيك؟ لا ما في اي علاقة. ومطيع بيك شو؟ ما بعرفه، بس بالوش. اوكي المهم شو ما صار، شو ما صار فورا بتخبريني. ما بدنا شوية هالفصاعين يضحكوا علينا. خيو استلم هاي القصر قدامك وبتدفع بالشهر بس 300 ليرة أجار قديم، عيش بهنا انت والعروس لحالكن. ها وفوق في غرفة النوم لسه تطخ، أخذتها من سوق الحرمية بس محترمة، يعني لا تقول ها سوق حرمية. والمطبخ جاهز من كل شيء إلا البراد. خي عصام البراد يعني اضطريت اخذه، بضيعة ما عندي براد تعرف انت، وهون اشتري براد دخيلة قديش حقه؟ ارخص من الفجر بحياتك. شو بقيان يا غزوان؟ شو ايه البلاليع، البلاليع بدون تسليك دائما، وخاصة هذيك الرزيلة كانت بتعذبني كثير. شو بقيان كمان؟ ها شرب، وهي مفتاح البيت، وسلم على العروس كثير. بدك شيء؟ لوين 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 يا اخي، راي على الضيعة مع اغراضي. لا 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 الشوفير ما بيعرف العنوان بدها، يعني اذا دليته بيتعلم. خلص بدك تضل معنا، بدنا نتغدى سوا نحن والعروس بالشله. عصام خلص الايام جاي. لا 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 ارجوك، بس بشرط يعني اعزمك على حسابي انت والعروس والشله. موافق؟ ليك استاذ صباح، شو ما كان سبب لقائنا خليني اعترف لك بانك شاب ظريف وبتعجبني. مين بيعرف يمكن الايام تجمعنا بغير ظرف ولغير اسباب. وانت كمان ست ظريفه ومهمه، والواحد ما في ينكر هالحقيقه. شكرا لك، بس خلينا بالبزنس. صحيح انت ذكي وعملي، بس لساتك جديد على الجو، لذلك رح اعطيك نصيحه ببلاش. لا تفوت مع حدا قوي بقضايا فيها كسر عظم. عندك وحده بدال ساندي، نتفاهم نتقاسم، بس لا تجي من الباب للطاقة وتقول بلاها ساندي. مظبوط معك حق، بس أنا خبرتك شو هي الظروف وأنا ما اقتنعت، ولهلأ ما لي فهماني سبب إصرارك إنه ما تجي ساندي على الحفلة يوم الخميس. عم قلك ظرف عائلي. صباح انت لسه مالك عارفان مصلحتك معي، والشغل احيانا بيتطلب اسرار اخطر بكتير من يلي عم تقوله، لذلك حاكيني بصراحة ليش ساندي بالذات. بصراحة؟ طبعا بصراحة. كان في بيني وبينها علاقة سابقة، بدها تعلم علي، بدها تهيني الست ساندي. علاقة سابقة فليكن هيك،
بس شاب مثلك شخصية عملية تتأثر بهيك مطبات ما لها طعم؟ شو بدك عنب ولا قتل الناطور؟ عبير أنا قصدي مدام عبير، أنا قلت لك إن أنا كتير مضطر على هذا الموضوع. وأنا كمان مضطرة، إذا مو منشان مطيع بيك فمنشان رضوان بيك أو خواجة تحسين. أنت ما عم تقدري الموضوع؟ أنا موضوع ليش أنت حكيت شي؟ على كل إن هذا بيزنس رزق، وإذا كنت مفكر توقف لي حجر بطريقي ليك بشيلك من طريقي وبلغيك كلك على بعضك. قلت لك من أول الجلسة لا تفوت مع حدا أقوى منك بقضايا فيها كسر عظم. كل عنب، ما حدا ماسكك. الناس حابة ساندي، حبها أنت كمان. عن إذنك. بس تروق حاكيني، لازم نضبط الشغل أنا وياك. أنت شاب ظريف وخرج نتفاهم، أوكي؟ مناكل علي وتفاح إذا بدك. يلا باي. هلا بدي افهم انت شلون حقتنا لهون؟ مو على اساس عندك شغل ومالك فاضي؟ لك ايه؟ يعني معقول الاستاذ يتجوز وما اجي بارك له؟ ما قال له مبروك؟ ان شاء الله الف مبروك استاذ. الله يبارك فيك. صحيح استاذ عصام، ان شاء الله الف مبروك. ان شاء الله عبال عندكم يا شباب. تسلم. يعني هلا بدك تفهمني انك جاي كرمال الاستاذ؟ ها؟ كثير صدقتك. خلصنا بقى. خلصنا. شو نوال؟ طمنيني، مبسوطة؟ مبسوطة. بس المهم الست عايدة تكون مبسوطة. طبعا مبسوطة، تجوزت طقاتك. ان شاء الله بتطقي انتي. على مهلكن انتو التنتين، على مهلكن. مو شايفة بلشت تجاكر؟ يا ستي وانتي بكرة بتجاكريها لما بتتجوزي. وانا جاهز وكفو. انت خلص عسكريتك بالاول بعدين احكي. انا فيني اتجوز وانا بالعسكرية، ضابي بشوية مصاري. لحظة لحظة، هلا في اشكال ولازم نحله. اسمكن هلا مجتمعين انتو الثلاثة ومبسوطين وفرحانين. انتو سمعانين بالروح الرياضية؟ لك انتو شو بكون؟ فجر سعد زهير؟ لك يا اخي يا عصام، شو روح رياضية يا اخي؟ شو قديم مباراة الشباب؟ اتركني يا اخي. لانه هلا بدي اطرح سؤال على نوال ولازم جاوب عليه اجبالي. نوال ما بدأ خجال، هدول الشباب الثلاثة ابضايات وعشرة عمر، وثلاثة طالبين الأوروب، مظبوط يا شباب؟ يعني نوال هدول الثلاثة الشباب رايحين على عسكرية، بقى مين من بيناتهم لازم يشتاق لك؟ بدنا نعتبر يا شباب كلام نوال بمثابة خطبة، اللي بتختاره نوال البقايا بيباركوا له. موافقين يا شباب؟ أستاذ عصام لشو الإحراج؟ أستاذ أنا رأيي على مهلة، يعني خليها تفكر بهدوء. هلا ما قلنا لازم تكون روحكم رياضية؟ شو قلتي نوال؟ مين بتختاري بيناتهم؟ مين انت برأيك؟ شو بدها الشغلة، استعانة بصديق؟ ولا نحذف لك احتمالين؟ انا ما قلي رأي، مسائل القلب والحب هاي ما فيها لا كفيل ولا وسيط. ضروري يعني؟ نوال شبيك، لازم تحكي مشان الشباب يحافظوا على صداقتهم. طيب فجر، فجر فجر، نحن كلياتنا معك. يلا يا شباب هنوا رفيقكم فجر، باركوا له. الله يبارك فيكم شباب. الله يبارك فيك سويد. بارك له. بارك له. بارك له انت. يلا بسيطة بسيطة.
يلا شباب لا تقيموها من أرضها، كلياتنا أخوة وأصحاب وأصدقاء، بعدين لا تقيموها من أرضها، ألف بنت تتبناكم بالحارة، يلا كلوا صحتين، يلا يلا تفضلوا.